basically, Morris TV is like a TV to introduce the people to the people. Wij van Mara TV vinden het belangrijk om vooral rust in de tent te houden. Daarom gaat u nu kijken naar een reportage met andere geluiden dan alleen discriminatie. Moussa, we hebben je vandaag gezien als aanvoerder bij de junioren van Shabab. Hoe lang speel je daar al? Ik speel al 2 seizoenen bij Shabab. Waarom heb je gekozen voor Shabab? Ja, Marokkaanse club, het leek me wel leuk onder de Marokkanen te spelen. Ja. En wat is daar nou juist zo leuk aan om aan de Marokkanen, met de Marokkanen te spelen? De sfeer, hè? De sfeer omheen is gewoon leuk. Kun je een beetje die sfeer uitleggen? Hoe ziet dat eruit? Ja, gewoon broedersfeer, je weet hoe het gaat. Met broertjes van elkaar gewoon. Je hebt toch gekozen om bij Shabab te gaan voetballen, je zegt al om de sfeer. Wordt er ook nog een beetje goed gevoetbald? Ja, je hebt het gezien. 9 doelpunten. العزيز انت لاعب مع فرقة الشباب اشنو عاجبك فيها؟ عاجبني انك اللعب مع المغاربة صافي زعما هذا الشيء اللي شنو هو الفرق بين تلعب مع المغاربة وتلعب مع الهولنديين؟ ما كاين حتى شي فرق ولكن مع المغاربة انك تتفاهم معهم باللغة ديالك ولا تتفاهم معهم مزيان اذا هذا فرق كاين فرق كبير بين الهولنديين والمغاربة واشنو كتحس الى تلعب مع الهولنديين؟ ما كنحس في حتى شي حاجه ولكن اللعب مع المغاربه احسن لانه كيلعبوا اللعب اللي كتلعب انت وكتشعر بالشعور اللي كيشعروا حتى هما عاوتاني شحال انت هادي لاعب مع هاد الفرقه العام اللي فات لعبت معاهم واقيلا شي 6 مقابلات وهاد المره من بدايه الموسم الاخ مسعودي حبيب انت هو لونترينور ديال الفرقه الشباب جونيور شحال هذه وانت كتترينيهم هاد الاخوان هادو يونيور دابا عندي معاهم 2 سيزون ونص كانوا عندي قبل في بي يونيور دوزت معاهم عامين وقبل كنت كندرب بالسي يونيور دوزت معاهم حتى هما عامين يعني من هادي واحد 5 سنين وانا كنشتغل هاد الحافه هادي كمدرب الشبان كتمناو عاد ديروا واحد الفرقه عاد صغار على هاد اليونيور هذا سؤال مهم كثير حنا عندنا هنايا مشكله المغاربه ما كاينش يعني اللي كيبغي يخدم مع الدراري الصغار كل شيء ديالنا خصو يمشي للفريق الاول باش انسان يشبع يمشي مع الدراري الصغار واحد تضحيه كبيره خصو عنده العقل كبير وتسع الخطأ كيف يمشي مع الدراري بغينا نديروهم ولكن نطلبوا الله شي واحد هو يكون متطوع ويجي يساعدنا هاد المساعده هادي نتمنى لكم النجاح شكرا سيدي الاخ ابراهيم تا هو الرئيس الفرقه جونيور كيفاش كتشوف كرئيس ديال هذه الفرقه التنظيم ديال الفرقه تنظيم مزيان حنا اللي واقفين معهم هذه الساعه مضمنهم مزيان و زعما تنتمناو لهم الخير ان شاء الله المستقبل ديالهم تنتمنى لكم النجاح شكرا امين امين من فين u bent voorzitter van voetbalvereniging FNC u doet samenwerken met Shabab hoe is het allemaal ontstaan een beetje in het begin een beetje gestart op klein beetje meningsverschil. Niet van tussen de bestuursleden van Shabab en de bestuursleden van toenmalig NDSM. Maar de deelraad die dacht gewoon dat wij anti-Marokkaans waren. Of anti-buitenlands. Nou, ze zijn dus van een koude kermis thuis gekomen. Want de verhouding tussen bestuursleden van Shabab en het huidige FNC, voormalig NDSM, is perfect gewoon. Hoe vindt u nou de samenwerking met een Marokkaanse voetbalvereniging? Geen problemen. Nee, nee. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dus geen hekel aan buitenlanders heb.
Niet omdat ik nou voor een buitenlandse televisie sta. Maar als mensen begripvol zijn en goed kunnen samenwerken, geen stempel willen drukken op het wij zijn buitenlanders. Wij moeten eventjes iets regelen. Valt er bij mij alles te regelen. Gaat dus meneer Boedeli uitstekend. Wij wensen jullie veel succes verder. Dank je. الأخ حسن حتى أنت مع فرقة الشباب، أشنو هو الدور ديالك مع فرقة الشباب؟ الدور ديالي مع فرقة الشباب هو الصيف الماضي اللي فاتت كانت البداية نضمنا واحد الدوري كانوا فيه بعض الفرق المغربية والفريق المحلي فريق الشباب وشي فرق أخرى مغربية وواحد الفرقة التركية. الفكرة اللي عندنا إن شاء الله في الصيف المقبل اللي غادي يجي إن شاء الله كنفكروا يشاركوا جميع الفرق المغربية اللي في مثلا فرنسا ولا في ألمانيا ولا في بلجيكا، غنشوفوا بعض الإخوة اللي غيمشيو يستدعيوا هاد الفرق ونعملوا هاد الدوري يكون عنده واحد الاسم خاص يتنظم كل سنة كل في بداية الصيف ولا ملي كتسالى السيزون ديال البطولة ديال الكرة نظموا واحد الدوري. هذا هو الهدف ديالنا من هادشي هذا، وكنتمناو يكون شي حاجة مزيانة وكل الإخوة المغاربة يساهموا ويشجعوا هاد الدوري ويشجعوا الكرة بصفة عامة في هولندا.